مالنا احنا ومال الست البريطانية؟ عاملين دراسة بتقول لك انه دراسة بريطانية بتقول انه النساء يشتمن اكثر من الرجال، بيستخدموا اللغة القاسية اكثر من الرجال. خلونا في الست المصرية. الست المصرية ليها تاريخ من الشتيمة التقليدية. خلونا نتكلم كفنيين، ايه بقى تاريخ الشتيمه التقليديه ده؟ لانه انا عملت دراسه شبه اكاديميه في هذا الموضوع في حلقه اذاعيه قبل كده. هو عموما في علم الاجرام، الست مثلا ما لهاش رصيد في الجرائم الضرب الذي افضى الى موت، لانه القوى البدنيه بتاعتها لا تسمح، ولكن لها رصيد هائل في جرائم القتل بالسم وفي جرائم السب والقذف والتشهير. القتل بالسم ده مسلم وسهل وسهل فيزيكالي، هي مش محتاجه حط السم وخلصها، مش محتاجه تعمل المجهود البدني الكبير بتاع الضرب العظيم. تمام. ولكن الطريقه التقليديه في شتم الستات للناس بتعتمد، لان هي محتاجه تترك اثر، رقم واحد التشهير والفتح، اللي هي يا بتاعت ممدوح، نظريه يا بتاعت ممدوح او يا بتاعت دير السلم، عارفين النظريه دي، هي بتعتمد على الفتح والتشهير. والحاجه الثانيه انها بترجع الى القوى الغيبيه وتستمطر منها اللعنات على خصومها واعدائها. وما بين هذا وذاك هناك فن منقرض عند المراه المصريه اسمه فن الردح، وهذا الفن هو فن مسرحي مفتوح. ده انت اصلت الموضوع تماما يا فندم. فن الردح، فن مسرحي مفتوح بيقوم على مسجله لا يحدث فيها مقاطعه ما بين واحده ست وواحده ست. مقابلها عند الرجاله كان اللي هو فن الافيه، والاثنين بيحتووا على قدر هائل من خدش الحياء الليبرالي، يعني من مجاميعه. ولكن اللي حاصل عندنا دلوقتي هو انه حتى هذه الفنون دخلت الى مرحله الفوضى، وبقى في تداخل، بقى في انت ممكن تبقى قاعد مع واحده ذات عقل متعلمه وتلاقي يصدر منها لفظ ما بيحصل، ما كانش الطبيعي انه العالمين بيدخلوا في بعض. يعني الولاد بيقعدوا مع بعض او الرجاله بيقعدوا مع بعض لوحدهم بيشتموا، مش سر يا جماعه، والستات بيقعدوا مع بعض بيشتموا، انما لما يختلطوا الاثنين مع بعض والستات بقت بتشتم والرجاله بيشتموا برضو، ما ده معيب الى حد كبير. يعني يبقى في حاجه هنا مش نزع الانوثه، ما الانوثه احنا صنفناها، احنا قلنا هي طبيعتها في الشتيمه كذا 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 كذا، هناك تغير في الطبيعه الانثويه لشتيمه الست المصريه، وهذا رايي. لا لا لا، ده رأيي أنا ما فهمتوش الصراحة. يعني التغير ده يعني التغير ده عاجبك ولا مش عاجبك؟ التغير ده كويس ولا مش كويس؟ لا مش كويس، يعني لا مش كويس. أنا ما بحبش العالمين يدخلوا في بعض. طب أنا عندي سؤال، أنت ليه عملت حلقة عن شتايم الستات؟ يعني ليه أسباب مش شتايم الرجالة؟ أسباب خاصة. أسباب خاصة؟ هي الفكرة إن إحنا شتم الجرحي ولا إيه؟ ده اللي حصل فعلا. احكي لنا الحكاية دي. أنا كنت عامل إذاعة على الإنترنت اسمها تيت راديو، وكانت إذاعة يعني إلى حد كبير متحررة في اللفظ. ما اسمها تيت اساسا. بالظبط. اول خبر صدر عننا صدر في اخبار الحوادث، اول حاجه غطت العمل بتاعنا كان اخبار الحوادث انها اذاعه قليله الادب، فعملنا حلقات عن قله الادب، اللي هو يعني ايه قله ادب اساسا، المحتوى اللغوي والمعنى والمضمون والاحتياج النفسي للشتيمه والامراض النفسيه التي تؤدي الى ان الشخص بيشتم، وعملنا حلقه نوعيه عن تاريخ الشتيمة عند الست المصرية. اشمعنى عند الست؟ يعني برضو مش فاهمة ليه انت مشغول. ايوة ليه يعني ليه انت مشغول؟ الجزء الارتستيك الاعلى في هذا الموضوع موجود عند هذه الشريحة. ده في وجهة نظرك، يعني الدراسة البريطانية اللي انت بدأت بيها دي، الدراسة دي عملت مقارنة بين الستات والرجالة، درست ده ودرست ده. تمام. ليه مجتمعنا وشاف مين بيشتم اكتر، طلع الفرق طفيف، مش حاجة كبيرة. يعني الستات بتشتم اكتر؟ اشتبتش هي كانت بالظبط عن استخدام الاف وورد، يعني شتيمة معينة يعني. وعملوا تحليل سنين لساعات من الكلام يعني، ولسه مكملة دراسة 2018. بس هي بتقول ايه اسباب ان الستات بقوا بيشتموا اكتر؟ الحقيقة هي الدراسة دي بتقول انه الستات بسبب ان هم بقوا less feminine، بس بيقولوا برضو انه عشان الرجالة برضو بقوا ما بقوش gentlemen زي زمان. يعني حط هنا يعني اعتبر دي نقص رجولة واعتبر دي نقص. اما في مجتمعنا فاحنا الراجل لما بيشتم دي رجولة،
الست لما بتشتم قلة أدب، ده قلة أدب، وازاي؟ والراجل والراجل لما بيشتم وجود ست لازم حد يقول له عيب، مش عيب عشان شتم، لا عيب عشان في ست. نفس الراجل نفس الراجل هو لما بيشتم بيشتم بالأم اللي هي ست برضه، واللي هي يعني واحدة أهم ست في حياة كل واحد، هي الأم. هي فده اسمه هي ايه كالتشر، هي كالتشر كل شعب وكل لغه، هي مش كل شعب، كل لغه ليها محتوى من التعبير عن الحاله النفسيه، المال الواحد بيحس بيه. بس ايه الدافع؟ ايه الدافع للشتيمه؟ هو ده الدافع ده سؤال مهم لك يعني. الضغط الدافع بالظبط يعني، او الضغط يعني. معلش الست لما يتم التحرش بيها في الاتوبيس اسمحوا لي يعني، يعني لو سمحت من فضلك لك ابعد عني، هو ده هو ده وحش قوي على فكره، وحش كده اللي بتعمله ده. هو ده المقصود، اذا لم يكن في اللغه، اذا لم يكن في اللغه، دي وجهه نظر بحتها بعيده تماما عن عما اعتقده، بس اذا لم يكن في اللغه ما يعبر عن كل حاله نفسيه يشعر بها الانسان، هناك عجز. الاف وورد نفسها مستورده من اللغه الالمانيه وليست الانجليزيه. ايوه بالأرض. بس يعني بدون فكره التفصيل ليها. احنا بنتكلم على انه احنا ليه بنقول ان الست لما بتشتم دي قله انوثه ودي وعيب، والراجل عادي جدا جدع. بالعكس بصراحه انا شايف الراجل اللي بيشتم ده، الراجل اللي بيشتم ده لا 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 جدع وجريء خالص وحلو خالص. الراجل اللي بيشتم بيقل قيمته. لا ده لا ده كده ده الكلام المثالي، لكن الحقيقه المجتمع بقول لك هو الراجل ما بيعتذرش غير لو في ست. اسمعوا كلام مفيد بقى، اسمعوا كلام مفيد. ساعات ساعات كتير قوي يعني، انا كنت في بلد ما الاسبوع اللي فات وانا جاي رايح من المطار سمعت تقريبا ساعه الا ربع شتيمه بس بيروت يا فندم. ده الطريقه اللي الراجل بيعبر بيها عن نفسه، هو ما يقصدش الشتيمه بس هي دي الطريقه اللي بيعبر بيها. دلوقتي بقت الستات كده برضه، احنا لدرجه ان احنا عندنا طريقه للشتيمه للتعبير عن الاعجاب، يعني تقول يا ابني اللي مش عارف ايه تعبيرا عن الاعجاب، هل هي دي شتيمه؟ لا خلاص طالما معناها هو ايه اللي خلى الستات بقوا بيشتموا؟ هو اولا متنكد عليها على طول، اتنين بيتم التحرش بيها، ثلاثة الضغوط اللي هي تحتها بشكل رهيب جدا، أربعة بقت نازلة الشغل زي الراجل، مفيش رجالة، مفيش رجالة، خمسة موجودين يا فندم، في اثنين مثلا في ثلاثة على الترابيزة، انقرضوا بدأوا ينقرضوا، خمسة اللي هو غريب جدا، خمسة هو انه جزء من الوجاهة الأدبية، جزء من الوجاهة الأدبية، الثقافة الثورية أحيانا ان الست تشتم او تكون شعرها وتشتم. ايوه لا هو انت مش بس تحرش، انت لو بصيتي على تويتر وفيسبوك انا دار حوار بيني وبين واحده مثقفه صحفيه مثقفه جدا، وبعدين اتكلمت ولقيت الكلام دخل في زي ما الراجل السواق ده كان بيتكلم بالظبط، فهي بنتي اللي حسب دلوقتي دي مصطلحات اشتراكيه، انا اول مره اعرف بصراحه المصطلحات الاشتراكيه دخلت في السكه. بس لو واحد صاحبك ما كنتش قلت له ايه يا ابني مالك؟ لا كان عادي عديت يعني. الولاد مع بعض حاجة والبنات مع بعض يا سلام. انا بعمل ايه اخبار يا جاري دلوقتي بقى الولاد مع البنات عادي، واختلاط مش واختلاط الموضوعين هو ده اللي انا بقول انه مش هي الشتيمة عيب في كل الاوقات بس كده للراجل وللست. ونعلم ولادنا كده يا حبيبي ما تشتمش ويا حبيبتي ما تشتميش، مش انت يا حبيبي اشتم زي ما انت عايز. مهم الكلام ده في اخر في اخر فقره، وانت يا ماما انت اشتمي اكوردنج لمدام لميس، الشتيمة عيب، الشتيمة عيب في ايه؟